السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا وقفنا على موضوع كلمة كتاب او الكتاب. فالكتاب او الكتاب في القرآن المعنى يختلف عن اللي موجود بالنسبة لسيدنا موسى او سيدنا عيسى. فلما نيجي نشوف سيدنا موسى وسيدنا عيسى، ربنا قال في الكتاب ايه في سورة آل عمران؟ نرجع، احنا قلناها سورة آل عمران، قال تعالى ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وتكلمنا على الشرح ده، وأنزل التوراة والإنجيل، ما قالش الكتاب، وأنزل التوراة والإنجيل، ما قالش الكتاب، من قبلك يعني، هدى للناس، وأنزل الفرقان اللي هو الكتاب بتاع سيدنا محمد. فكتاب سيدنا محمد اسمه ايه؟ الفرقان او القرآن او القرآن. هنا في التوراة والانجيل ده كتاب موسى وكتاب عيسى. كتاب موسى وكتاب عيسى نزلوا مرة واحدة، نزلوا من السماء العلى على طول لسيدنا موسى، والتاني لسيدنا عيسى مباشرة، ما جاش مفصل يعني في ايام مختلفة وعد له مثلا 23 سنة، ده هو في لحظتها في وقتها. ولذلك الكتاب نزل مش كامل في بعضه. فالكتاب هو ايه؟ هو التوراة، والكتاب هو الانجيل بالنسبة للاثنين. ولذلك هتلاقيهم في سورة آل عمران او في اي سورة تانية لما يجي يذكر لك موسى او عيسى يقول لك التوراة والانجيل، ما يقولش الكتاب. ولو قال الكتاب فهي المقصود التوراة والانجيل، والإنجيل التوراة والإنجيل. لكن في سيدنا محمد لا، الفرق يختلف. هنا عشان بذكر أنزل التوراة والإنجيل اللي هي أم الكتاب ككل، فراح ذكر من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، فذكرت الآية وأنزل الفرقان اللي هو إيه؟ القرآن، هدى للناس. طبعا نزل القرآن هدى للناس اللي هو كتاب سيدنا محمد. لما نيجي احنا عادي في سورة العنكبوت ألف لام ميم، في سورة اللي كنا بنتكلم فيها لقمان، ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. فهنا الآيات هي جزء من الصورة، الآيات جزء مكونات الصورة، سورة القرآن الكريم. والقرآن الكريم 114 صورة، والصور نزلت على سيدنا محمد في 23 سنة. فلما تكون خامس صورة ولا سادس صورة ويجي يقول لك فيها تلك آيات الكتاب الحكيم، فالكتاب هو مقصود بالصورة وليس مقصود بالكتاب، لأن الكتاب كله لسه ما نزلش. ده نزل إمتى كاملا؟ نزل بعد 23 سنة، يعني في السنة الأخيرة من الرسالة نزلت آخر آيات، ومنهم بيقولوا الآية اللي هي في سورة المائدة اليوم. الكتاب مقصود بالصورة. عشان نثبت ده بالدليل هنيجي ايه؟ هنيجي نشوف برضو في بعض الصور. طيب مثلا هنيجي نشوف سورة النمل، طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، يعني جمع القرآن والكتاب. لو الكتاب هو القرآن ما كانش جمعهم هما الاثنين. فهنا الكتاب الصورة، فهنا الكتاب ايه؟ الصورة. طيب في سورة القصص مثلا طاسين ميم، دي الآية الأولى اللي هي كتاب من حروف اللغة العربية، تلك آيات الكتاب المبين، زي سورة ايه؟ الروم اللي بتكلم فيها، فبتكلم على آيات الكتاب، يعني هي على آيات الصورة. الصورة مين اللي هي؟ قلنا تلك اسم إشارة للبعيد المؤنث، فاسم إشارة للبعيد المؤنث هنا في سورة القصص اللي هي الآيات في داخل سورة القصص، لأنه هو بيكلمه مباشرة عن الملك أو سيدنا جبريل، بيكلم سيدنا محمد بيقول له إيه؟ تلك آيات الكتاب المبين، مش هيقول له تلك على حاجة قالها له نزلت عليه امبارح أو أول امبارح أو هتنزل عليه بكرة، فعلى الآيات اللي هي نزلت عليه ساعتها. فتلك آيات الكتاب المبين، فالكتاب هنا معناه الصورة، لأنه هو بيكلمه عن سورة القصص. لما تيجي بعديها بالتفصيل هتلاقي نتلو الآية الثالثة في سورة القصص، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون،
نتلو عليك. يبقى الآيات دي اللي أنا اللي بنقول لك تلك آيات الكتاب المبين هي تلاوة أو بتحكي قصة مين؟ موسى وفرعون. موسى وفرعون بالحق، يعني بدون تزوير وبدون تحريف زي ما موجود في كتب الآخرين. لقوم يؤمنون، للناس اللي عاوزة تؤمن أو للناس اللي إيه رغبتها في الإيمان. فده بيحكي لك، فلما تيجي سورة القصص تقراها كلها تلاقي كلها بتتكلم عن سيدنا مين؟ سيدنا موسى. طب القرآن كله بيتكلم عن سيدنا موسى؟ طبعا لا، في آيات ما فيهاش موسى خالص. لما تيجي إذا جاء نصر الله والفتح مثلا، يعني ما فيهاش موسى. قل هو الله أحد، ما فيهاش موسى. قل أعوذ رب الفلق، ما فيهاش موسى. والشمس وضحاها، ما فيهاش موسى. حاجات كتير ما فيهاش موسى، لكن هنا ده بيبين لك ان يتلو عليك من نبأ موسى في آيات الكتاب المبين، اللي هي الآية اللي هي الآية رقم 2 في سورة القصص. فمعناه ان الآيات بتتكلم عن موسى، يبقى هو بيتكلم عن سورة موسى. سورة موسى هنا اسمها القصص، اسمها القصص. طيب مثلا برضو مثال آخر، والقرآن ذي الذكر. هنا بيقسم بالقرآن، بيقسم بالقرآن اللي هو القرآن ككل، اللي هو فيه الصور، اللي هو فيه الصور. طيب في سورة قاف، قاف والقرآن المجيد، بيقسم بالإيه؟ والقرآن المجيد. هنا قسم، فهو القرآن المجيد طبعا هو الإيه؟ الكتاب كله. طيب في طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما قالش الكتاب، القرآن يعني مجموع الكتب، مجموع الصور 114. طيب في ياسين، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن، نفس النظام. قال تعالى في سورة البقرة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم. فأتي بإيه؟ بصورة، يعني في حاجة اسمها صورة. في سورة التوبة، عليهم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم صورة تنبئهم بما في قلوبهم. يعني ربنا لما بينزل على سيدنا محمد بينزل صور، صور من آيات، صور من إيه؟ من آيات. ممكن صورة تاخد لها يومين ثلاثة يعني على أجزاء، لكن كل آية كل يوم مثلا بيكون مجموعة آيات، آية واحدة، آيتين، ثلاثة، خمسة، الله أعلم. المهم ان ايه، الصورة بتتكون من آيات. فكانوا المنافقين بيخافوا ان تنزل صورة تبينهم وتفضحهم بالأسماء. المنافقين اللي هو عاملين نفسهم مسلمون او مسلمين وايه، وهم بعيد عن الإسلام خالص. طيب قال تعالى في سورة يونس، ام يقولون افتراه، قل افتراه، قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يونس الآية 38. طيب في سورة النور دي بتبين لك برضو، صورة أنزلناها، الآية رقم 1، صورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. يبقى لما يذكر لك في أي صورة، في أي صورة في بدايتها كلمة آيات، فهو قصده على إيه؟ الكتاب هنا الصورة. قال تعالى، صورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. يبقى الآيات مش مقصود بالقرآن، مقصود بالصورة، لأن التسلسل آية بعدين الصورة بعدين القرآن اللي هو جامع 124 صورة. وقلنا السبب ان القرآن نزل مفرق، نزل على 23 سنة، وعشان كده بينزل صورة صورة او آية آية، ولما يجمع آيات معينة بتاعت الصورة يقول له دول سورة البقرة، دول سورة الحديد، دول سورة كذا، اللي هو سيدنا جبريل. وبناء عليه بتبقى التعامل كله مع الصورة خلال 23 سنة. لكن لما يجي يقول له القرآن، فهو قصده على اللي نزل واللي ما نزلش. لما يقول لك على الكتاب يبقى قصده على اللي نزل واللي بينزل ساعتها، اللي بينزل ساعتها. ففي اللحظات دي بيتكلم عن الصورة، لأن الصورة ممكن تنزل على كذا يوم. طيب هنا في سورة الإسراء، قال تعالى، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا
دي الآية 105. الآية 106 بتقول إيه؟ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس. فرقناه يعني جه مفصل أجزاء لتقرأ، أو آيات أو صور لتقرأه على الناس، على مكث، ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون إلى للأذقان سجدا. دي في سورة الإسراء، وطبعا دي آية فيها السجود، فيها المفروض إيه؟ السجود. فدي هنا، فهي الفكرة إن إحنا قلنا السبب إن الكتب السابقة نزلت مجمعة، أو يعني حتى لما تيجي في صحائف موسى وصحائف إبراهيم، الصحائف موسى وصحائف إبراهيم هي جمع صحيفة، فقال لك صحائف. فهنا القرآن جمع إيه؟ صور. والقرآن جاي من القراءة، من كلمة القراءة، وجمع صور. أو المصحف، المصحف زي صحائف، نفس العملية، مصحف جمع صحيفة، فاللي هي جمع صور بالنسبة للقرآن الكريم. فحبيت أقول كده. فلما نيجي نطبق الكلام بتاعنا في الصورة اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هي صورة ايه؟ ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. يبقى هنا ألف لام ميم كتاب من حروف اللغة العربية، اللي هي صورة من حروف اللغة العربية. تلك آيات الكتاب الحكيم، يبقى تلك الصورة، تلك آيات السورة الحكيم. هنا طبعا حكيم مذكر عشان الكتاب مذكر، فهنا طبعا لا، عشان التأنيث المفروض بتبقى مؤنث. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. فإحنا قلنا الكتاب معناه السورة، فهذه نقطة حبيت أوضحها. والسبب إن القرآن نزل مفرق في 23 سورة. أنت الكلام اللي أنا بقوله مش هتلاقيه في التفاسير، وبرضه إحنا بنقول والله أعلم، بس إحنا بنجيب بالدليل بالآيات. ولما نيجي نتكلم بتوسع، طبعا في كتب أنا بكتب بتوسع وببين الأدلة كلها اللي بتبين أي حاجة في سلسلة قصص الأنبياء. إلى هنا واكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة، والسلام.